حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم من بعد هذه الوقفة القصيرة. وصلنا معاكم الحين للقسم الممتع اللي دائما نحن نلعب فيه مع ضيوفنا، ونعرف نوعية العلاقة اللي تربطهم، عاد اما تصيب او تخيب، لكن ان شاء الله ما تخيب هالمرة. رحب فيكم من الديد عمر محمد. يا مرحبا بكم. طبعا مثل ما قلنا للمشاهدين في هالقسم راح نلعب كذا لعبة، من خلال هاي اللعبة بنشوف العلاقات او علاقة الصداقة اللي تربطهم، هل هي قوية او فيها شويها ما تعرفون اشياء عن بعض. لكن قبل ما نبدا في الالعاب محمد عمر، يعني خلونا شوي ندردش عن علاقه الصداقه اللي ما بينكم. انتم غير انكم ربع، انتم بعد عيال عم. نعم. الله يحفظكم ويخليكم لبعض، وتسافرون وايد يا بعض. ومن ضمن السفرات اللي سافرتوها استوى موقف لعمر مع الدولارات، وهذا الموقف خلى عمر متضايق وايد، حتى يمكن كره السفره. شو القصة؟ منو بيقولنا القصة، عمر ولا محمد؟ محمد يلا قلنا القصة. في البداية نحن نزلنا من الطيارة وصرفنا الدرهم، حولنا لدولار. زين. وقلت له عمر أنت ما دامك ما تعرف العملة خليك قريبي، لا تصير بعيد. قال لي زين. عمر يتذكر الموقف الضايج. ودخلت أنا المحل، ويوم طلعت شفته يوزع حق الفقراء اللي يجون 100 دولار 100 دولار 100 دولار. يوم جيت قلت انت شو تسوي؟ قال اعطيهم مساكين فقاره. انت كم اعطيتهم؟ واشوف الورقه 100. كان يقول لي ليش؟ صدمت. قلت له تعرف هاي كم عندنا في الامارات؟ قال لي كم؟ قلت له تقريبا 370. رقدت هاك اليوم؟ ما اظن يا رقاد. لا رقد ولا تعشى ولا تريق، وحتى الصبح الفجر نشيت شفته واعي يحسب فلوسه. متحسب؟ يلا في ميزان حسناتك. اي والله. انزين، بعد ايضا من ضمن هاي السفرات اللي تسافرونها يا بعض عمر محمد، يعني في سفره محمد كان يبغى يركب فيها خيل، لكن انت كنت رافض هالشيء. ليش؟ الله لا يراوية الخيل هذا. خفت عليه يعني من الخيل؟ خفت عليه، خفت ان الصوره تطلع. هو تبي الصراحه ما كان خيل، هو كان حمار مصبوغ. لا يمكن كان بغل تسوي خيل. مش خيل، وانا عبالي خيل. هو عباله خيل الا اركب. قلت له يا ابوي مو بخيل هذا، بوديك البركب. قال لا اركب. قلت له زين بحاول اصور صوره. اوكي يعني تضبط؟ ما ضبطت. اهم شيء ضبطت الصوره. ما ضبطت. يلا ان شاء الله تضبط في المرات الجايه. الحين عمر ومحمد راح نلعب معاكم اول لعبه. اول لعبه هي بتكون لعبه الاسئله، 5 اسئله خاصة بمحمد وخمس أسئلة خاصة بعمر. الأسئلة الأولى بتكون خاصة بمحمد، راح أعطيكم السؤال وتعطوني الإجابة أنتوا الاثنين، نبغى نشوف مدى تقارب الإجابات. وعلى كل سؤال 30 ثانية، وتعطوني إجابة واحدة على كل سؤال، وتحاولون تكبرون خطكم عشان تكون واضحة للمشاهدين. جاهزين؟ تفضلوا اللوحة اللي قدامكم. مثل ما قلنا الأسئلة الأولى بتكون خاصة بمحمد. أوكي. السؤال الأول يقول شو اللي دائما ينرفز محمد؟ وبدا الوقت. شيء ينرفز محمد. اكتب يعني؟ ايه، اجابه واحده عطني. باقي 15 ثانية من الوقت. شيء واحد محمد. ها؟ شيء واحد عطني. شيء واحد؟ امسحه. خلصتوا؟ اشوف اجابتك عمر. اقرا لي الاجابه. خلاف الراي. الخلاف في الراي. ما تحب حد يخالفك الراي؟ لا. اشوف اجابتك انت شو كاتب. اللي يمسك اغراضي. يعني اجابتك غلط يا عمر، خسرت اول نقطه في اول سؤال. اوكي. يلا نشوف السؤال الثاني. شو نوع الخيل اللي يحب يركبه محمد؟ في خيل يحب يركبه محمد، شو هو؟ وبدا الوقت. صعب السؤال عمر؟ اي والله صعب، ما اعرف يعني دومك الحين خيل تركب. بس اكيد في خيل. اي يعني نوع دايماً. تقصد هي يمكن. اي نوع يعني؟ اي نوع هي. هي الاسئله خاصه بمحمد يعني برايه، خلي تشوف اجابات عمر. العربي. محمد اشوف اجابتك؟ الشيطان؟ الشيطان. يعني الحرك اللي هم سمينا السهم. ايه أيوة. تقريبا يعني الخيل العربي يكون حار. يعني شو نحسب الإجابة صح؟ يلا نحسبها لك إجابة صحيحة يا عمر، عندك نقطة واحدة. السؤال الثالث،
آخر مرة وين سافر محمد؟ وين سافر محمد آخر مرة؟ كتبت محمد؟ هي. عمر؟ هي يلا نشوف الإجابات. الإجابة كانت قطار، وإجابة صحيحة. أشوف عمر، خل المشاهدين يشوفون إجابتك. الإجابة كانت قطار، بالفعل آخر سفرة كانت لمحمد هي في قطار. الحين نقطتين لعمر. نشوف السؤال الرابع. إذا حد مسك أغراض محمد، شو بتكون ردة فعله؟ بدأ الوقت. خلصت محمد؟ نشوف إجاباتكم على الكاميرا. بعصب. أشوف عمر يتضايج. إجابة صحيحة، يعصب ويتضايج. سؤالك موقف وياه وايد والله كل يوم. زين، السؤال الأخير الخاص بمحمد. لمحمد بروتوكول خاص في نهاية الأسبوع، شو هو؟ وبدأ الوقت. خلصت محمد؟ أنا ما كتبت. ليش ما كتبت؟ يلا اكتب بعده، في وقت. عمر خلص. إجابته كانت، ما أعرف شو أقول يعني، كيف أصخ. شو تحب، شو الشيء اللي دائما تسويه في نهاية الأسبوع؟ أوكي. هي هاي هي، كملها. أوكي. أتمشى؟ أطلع. يعني إجابة صحيحة، وخلصنا أسئلة محمد. عمر عندك 4 نقاط في هاي اللعبة. الحين بننتقل للأسئلة الخاصة بعمر، وبنشوف محمد كم من النقاط بيجمع. جاهزين؟ يلا. يلا، السؤال الأول، ترى يا عمر يمسح. السؤال الأول الخاص بعمر، حاول تغطي الإجابات عن محمد. يلا. شو الأكلة اللي يحب ياكلها عمر في العزايم؟ شو مسوي أنت؟ بدون كلام، بدون غش. أكلة يحب ياكلها عمر في العزايم. خلصت عمر؟ غوزي. غوزي إجابتهم صحيحة في أول في أول سؤال. عندك نقطة يا محمد. نشوف السؤال الثاني. لا تغشش ويا معنا نقاط أكثر عنك. هو شكله شافك شو كتبت، راح كتب نفسك. لا لا ما غش. إنزين، شو الشيء اللي ما يحب يستغنى عنه عمر وقت الأكل، ولازم يكون على سفرة الأكل؟ وبدأ الوقت. شيء ما يستغنى عنه عمر وقت الأكل. أنا كنت تعرفه محمد؟ حطيت البيبسي. البيبسي إجابة صحيحة، وثاني نقطة لمحمد. أنا كنت بكتب صلبين تحت الأسفل. السؤال الثالث، شو الحيوان اللي ما يحبه عمر؟ الحيوان يحبه عمر. بدأ الوقت. في حيوان ما يحبه عمر. خلصت عمر؟ ها محمد؟ شو هالتنين النفخة هاي؟ انت رأي محمد يخلص؟ يلا. القطو. الكلب. أخوه. ايه أخوه. محمد يقول القطو أخو الكلب. إجابتك غلط يا محمد، وخسرت نقطة في هذا السؤال. عندك الحين نقطتين. نشوف السؤال الرابع الخاص بعمر. يوم يكون عمر متضايج، شو يسوي؟ وقت ضيجة، في شيء يحب دائما يسويه عمر، شو هو؟ بدأ الوقت. عمر يعني عادي يغش منك محمد يجمع نقاط. شو تسوي أنت؟ أرنب. شو أرنب؟ ما بنحسبها نقطة لمحمد. ليش؟ لا خلاص والله. ايش كتبت نفسك؟ ايش كتبت؟ خلصت محمد؟ ايه. اشوف الإجابة؟ صح. يركب خيل. اشوف عمر؟ ما شفته. إجابتك أركب الخيل. محمد غش الإجابة من عمر. ما غشيت والله. ما غشيت. لا ما قال أرنب، ويتحرك كاتب أرنب. خلاص بنحسبها إجابة صحيحة. السؤال الأخير الخاص بعمر، شو أصعب مادة عند عمر؟
أصعب مادة عند عمر؟ تم. أنا دارس فيها. ساقط فيها؟ في تمت مادة ما سقطت. خلي يقول لك جملة الحين. سمعتوا؟ خلي يقول لك جملة. أي شيء. خلصها ونشوف إجاباتهم على الشاشة. مادة الإنجليزي إجابتك صحيحة يا محمد. محمد كم نقطة عنده الحين؟ 4. تعادلتوا في هذه اللعبة، 4 نقاط لعمر. لا، 4 نقاط لعمر و4 نقاط لمحمد. انزين، من بعد ما لعبنا وياكم هاي اللعبة عمر ومحمد، استمتعتوا واستانستوا فيها؟ اي والله. الحين من بعد هاي اللعبة بننتقل وياكم لموضوع ثاني، بنطرح فيه شوي عن اللهجة الإماراتية. اليوم طبعا مشاهدينا كثيرين ابتعدوا عن اللهجة الإماراتية القديمة، وعشان نحن نثري حصيلتكم من لهجتنا راح نعرض لكم صورة من حساب هذربان للدكتور حمد الفلاسي اللي دائما يهتم بإبراز جمال لهجتنا. خلينا نشوف الصورة على الشاشة. بنت عبيد بعدها مايت من أمريكا، بعدها ما شبعت شاردة من اللاهوب. شو رايكم باللهجة الإماراتية والكلام الإماراتي القديم اللي صدق صدق يعني افتقدناه وما قمنا نسمعه هذه الأيام؟ والله تبين الصراحة عمر عمره ما غير لهجته. بعد تتكلم في يعني الكلمات القديمة. نفس ما شاء الله عليك. لحاف برنوس. ما يغيره. وأنت محمد مبتعد شوي عن اللهجة الإماراتية القديمة؟ أنا لأني ما تربيت في بيئة يعني شوي يعني أبويا وأمي أوكي. بس إن أنا طلعت شوي من صغير برا فما كان لي شوي في المجال. جميل. طبعا يعني الانسان مهما ابتعد عن اللهجه الاماراتيه القديمه والامثال الاماراتيه مرده لتراثه ومرده للهجته القديمه. صحيح. طبعا الحين نحن عشان نعزز مفهوم الامثال الشعبيه واللهجه الاماراتيه القديمه، نحن عندنا في برنامج خميس وجمعه لعبه اسمها المثل الصامت. في هاي اللعبه راح اعطي كل واحد منكم مثل اماراتي شعبي مكتوب وتحاولون ترسمونه على اللوح، والشخص الثاني يخمن شو المثل اللي جالس يرسم. جاهزين؟ تمام. منو يبغى يبدا؟ عمر. بدا انت. خلاص ببدا. محمد تفضل. تفضل هني على اللوح. هيلس. هي تقرا المثل بدون صوت عشان محمد عمر ما يسمعه. هذا هو المثل، تحاول انك ترسمه. سهل يرسم. اوكي تفضل. بدا الوقت. ابدا. هي ابدا. اوكي بدا الوقت يا محمد. امور انا طبعاً ما اعرف. اسمع على الاقل مطرقه عصا. مطرقه كيف مطرقتي؟ والله صح. تخيل رسمت انت ومطرقة بس مسوي ستايل ورسم ديتشو. ما طلع شيء وياك؟ خمن يلا. انتهى الوقت. شو طلع وياك عمر؟ شو ضرابة؟ هي ضرابة وسر المركز يعني. انزين مو بكلمات، ابغى مثل شعبي حطهم في مثل. منو اللي بادي هني يضرب؟ هذا اوكي. منو صار قبل؟ منو سبق؟ الثاني. انزين ما طلع شيء معاك؟ مو ما وصلت للمثل؟ لا. اقرا على المثل محمد. ضربني وبكى سبقني واشتكى. والله صح راس ملك عمر. تعب هو يرسم مسكين. والله شوف مسوي لك ديج. خلاص من ديج الله يهديك. هذا هو المثل الشعبي مشاهدينا، ضربني وبكى سبقني واشتكى وعمر ما عرف المثل. الحين بنشوف رسمة عمر للمثل وان شاء الله عاد محمد يعرف المثل اللي جالس يرسم. تفضل عمر. تفهم رسمه انت ولا؟ لا لا ما عليه. هذا هو المثل الشعبي غير. تفضل. سهل. كيف ارسم؟ يعني انت لو ترسم هذا وترسم هذا خلاص بتوصل للفكره. بدا الوقت. فهمت؟ لسان. لسان. ماشي على الفيسات. احس
اخوانه. اي لا لا بعد غشاشه بعده بعده الحين كيف ها؟ صح كيف؟ كيف هذا رسمته بس ها بس ابى افهم ها شو يعني؟ اوكي هالسان عرف محمد انه هالسان ها مو بيمل ترى اوكي زين يعني تحبه ما تعرف ترسمه؟ انت راسم غزال قرن بعد مو بكامل المهم انت عرفت شكل حيوان انا ما اعرف خلص الوقت ترى عمر ومحمد انا طلع لنا من جسمه من الايفون خلص رسمك؟ اوكي خمن وايد سهل يعني مسوي لي لسان وحصان هي شو؟ انت اعطيتني الحين اول كلمتين من المثل اعطني الكلمتين الثانيات لسان حصان لسانك هي لسانك هو. حصانك انصنته يعني هو يابها خلاص نقدر نحسبها اجابه صحيحه لمحمد لسانك حصانك انصنته صانك وعمر ما قصر تعب وهو يرسم وشد حيله يطلع لك فيس من الايفون وحكي حال الله يهديك تفضل عمر استريح طبعا مشاهدينا شفتوا هذه كانت لعبه المثل الصامت ومحمد توفق وعرف المثل لكن عمر ما عرفه وعشان تشديتوا حيلكم وتعبتوا وانتم ترسمون وتعبتوا وقت الاجابات نحن قررنا نعطيكم هدايا على كل هدية كرت صغير تكتبون عليه عبارة أو كلمة في خاطركم ودكم أنكم تقولونها لبعض من زمان لكن مو محصلين الوقت أو الفرصة المناسبة فتفضل محمد تكتب على البطاقة عبارة ودك تقولها لعمر وأنت نفس الشيء يا عمر تكتب شيء حاب تقوله لمحمد نحن بنعطيكم وقت تاخذون راحتكم في الكتابة بنطلع مع مشاهدينا فاصل قصير ونرجع بعد هذا الفاصل نواصل خلكم معنا